ليرفع البطولة رقم 44 في تاريخ النادي الأهلي، ليتواصل المجد والمجد أهلي. للحفاظ على القمة وبعد الفوز في أول جولتين، الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة لمواصلة تصدر جدول الدوري المصري الممتاز. انتظرونا وتغطية حصرية لكواليس الفريق وتحليل فني شامل للمباراة مع نخبة من نجوم التحليل: الكابتن محسن صالح، الكابتن عادل عبد الرحمن، والدكتور أحمد ثابت، وفقرة الحالات التحكيمية مع المحاضر الدولي ناصر عباس، في ضيافة أسامة حسني في استاد الأهلي في الأوقات التالية على قناة الأهلي.